عليكم، دايرين لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا مزيانين. انا ان شاء الله بغيت ندير شويه ديال القراشه باش نشربو اليوم اتاي ولا قهوه، وبغيتكم تشاركوني فيهم. غادي نحتاجو ان شاء الله، غادي نحتاجو جوج البيضات، وحده ديال الانزا، هنا عندنا شويه ديال حبه الحلاوه مطحونه، هنا شويه ديال النافع وبسباس مطحون، هنا شويه ديال الزنجلان. انا باش نطحنو نفضل نديرو هكا حبيبات حسن. عندنا هنايا شويه خماره معجونه، انا ذوبتها فيها شويه ديال المدافي، تكون هكا معلقه كبيره. دابا البرد ديري هكا معلقه ونص، من يكون الحال سخون ديري معلقه. وعندنا كاس زيت، كاس سكر عفوا، وعندنا كاس ديال الزيت، وعندنا جوج ديال الكيسان ديال الماء سخونين. غادي تشوفوا معايا عندنا الدقيق على حساب الخليط. غادي تشوفوا معايا دابا الطريقه، بسم الله على بركه الله. بسم الله، غادي نبداو. غادي نديرو جوج ديال البيضات مولين، ثم غادي نديرو اليوم كاس ديال السكر سنيده، غادي نزيدو اليوم كاس ديال الزيت. بطبيعة الحال حنا كنعبرو بالكاس ديال العنبة، كاس ديال العنبة هو العبر، هو الميزان ديالنا حنا المغاربة، ما كنعرفوش هو اللي كنشدو به القياس نيشان. نديرو شوية ديال حبة حلاوة، شوية ديال النافع، بسباس، نديرو الزنجلان، غادي نديرو المعجونة ديالنا، المعجونة دوبناها وصفيناها صافي. نبداو نخلطو فيها مزيان، نمشيو نخلطو مع بعضياتها. بشوية بشوية حتى نتخلطو مع الخليط ديالنا مزيان. الدقيق كيف ما قلت لكم هادي شي كبنة تاكل العبار ديالو، هي على حساب الدقيق، راه كاين كيتشرب، كاين فرينة اللي كتشرب، كاين فرينة اللي لا صافي. غادي نزيدو الما سخون، ندير جوج ديال الكيسان كبار هكا، الكيسان كبار ديال المدافي. بسم الله، الأول صافي، نجيب الكيسان كبار، تما نخدم الكيسان، نخدم بيتزايا أنايا، صافي. غادي نخلطو مزيان هكا شويه، كيتخلطو جال تخلطنا الخرزانة مزيان الخليط صافي. غادي نبدي نخدم بيدي، غادي نديرو شويه ديال الدقيق نديوه باش نغربل عليها الأرزة. شوفو حبيبات، صافي غادي نبدا نخدم بيدي، نستنى ندير شي حاجة تحت هاد لاخر، صافي. ونبقاو هكا كنجمعو في العجينة ديالنا، كنديرو الدقيق شوية بشوية، نزيدو غير بشوية، نجمعو فيها بشوية 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 حتى نكملو عليها.
صافي صافي ديالنا صغيرة. صافي نبقاو هكا حنا غادي معاها شويه بشويه حتى نكملوا عليها كامله. غادي تشوفوها معايا نديروا العجينه، ما نديروهاش قاصحه وما نديروهاش مطلوقه، العجينه نديروها متوسطه باش الجينه القراش ديالنا يجيو من الداخل خفافين، يجيو هشاش. صافي دورا كيجيو ساهلين ومقادير ديالهم شفتو كيجيو ساهلين، إما بغاش يدير زجلان وحبة حلاوة يعوضهم بهذا زيت ديال السكر لافاني. صافي صافي نقلبو بشوية، العجينة ديالنا بدات شلت راسها مزيان، شي شوية ملحة صافي. العجينة ديالنا هانتوما شوية عاد باقية مطلوقة، وغادي نجيبو العجينة ديالنا وتشوفوها معايا هانتوما كيفاش. صافي شوفو العجينة ديالنا، دابا راه حنا جبنا العجينة هانتوما، مكتجيش مطلوقة بزاف، مكتجيش قاصحة، هانتوما كيفاش كتجي. غادي نخليوها تنغطيو عليها ونخليوها ترتاح شوية عاد غادي نصوبو الباقي. صافي هانتوما من بعد ملي خمر الخبز ديالنا ملي القراش ديالنا خمرو، شوفو هانتوما ملي ريح خليتو مرتاحو شويه صافي ماشي خمرو بزاف هانتوما، نرجعو نفس اللي فيهم. العجينة ديالنا مطلوقة العجينة ديالنا كيفاش كتجي، نخرجو منها نفس مزيان، نخرجو منها الهواء، صافي غادي نبداو نخدمو، نجيبو الصينية، صافي ونبداو نديرو القرش ديالنا، بسم الله، نديرو صغيرين، كبرتها شي شوية هادي. صافي نبقاو هكا مستمرين كنديرو في القراش ديالنا هكا، اللي ما يديرهم كبار يكبرهم، هادو راه واخا شفتوهم صغار عاد غادي يزيدو يطلعو شي شويه عاد يصداف ديالهم الحجم ديالهم. ملي يديرو في الفران عاود يطيبو عاود تاني غادي عاود يصداف الحجم ديالهم في الفران،
يعني عادي كبير الحجم ديالها، ماشي بقى هكا متوسط كيفاش كتشوف. كيجيو زوينين، جربوهم ما غاديش تندموا فيهم، زوينين وساهلين. بغيت توجديهم بغيت دابا خصني نعطيهم اتساع، نديرو اتساع بيناتهم لاني عاد غادي يتنفخو باش ما يتلاصقوليش. شي بعض الثانية الثانية صغنون كو شفتو مقدار ديال كاس زيت، كاس سكر، جوج كيسان ديال الما كبار دافيين. الاخر الزا، جوج البيضات، شوية ديال ديال جنجلان، عفوا شويه ديال حبه حلاوه، شويه ديال النافع. وشفتوا شحال خرجنا ديال المقادير، يقدر هذا المقدار غادي يخرج لك جوج ديال الطباسه، يعني حتى الا عرض عليك شي واحد وبغيتي تمشي دير شي حاجه في يدك ما ساهلين. جيب ساهلين ديريهم المكونات بسرعة تاعي صافي. هادي نبقاو هكا مستمرين، مكنديرو في القراشم. المهم هاد المقدار غادي يخرج لي تلاتة د الصواني. صافي غادي نبقاو مستمرين، غادي نكملو وغادي تشوفو معايا. شوفو معايا هانتوما البروس ديالنا، من بعد ملي كنت درتو راني ضربت
السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين، العائله، الوليدات، والدين، ونتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا على احسن حال. عندنا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكاطو حلوه عاديه، مكونات بسيطه وسهله، تشربوها مع اتاي هكا في العشيه، تشربوها مع اتاي ولا مع القهوه. غادي نديروا ثلاثه ديال البيضات، غندير جوج ديال الكيسان ديال سنيده، غادي نديروا ثلاثه ديال الزا خميره، ونديروا جوج ديال لافاني، ونديروا جوج ديال الكيسان ديال الزيت، ونديروا كاس ديال الحليب. ولا ما بغيتيش ديري لافاني، الا كان عندك حاضر الليمون حكي القشوره ديال الليمون حسن ما غادي ديري لافاني. انا دابا ما حاضرش عندي الليمون، عندي خضر، داكشي غادي ندير لافاني. بسم الله على بركه الله، بسم الله. غادي نبداو، نديرو ثلاثة ديال البيضات، نزيدو عليهم جوج الكيسان ديال السكر، صافي درنا ثلاثة ديال البيضات، جوج كيسان ديال سنيدة، غنسالي بيه مزيان مع البيض، نزيدو جوج ديال الكيسان ديال الزيت، هانتوما القياس لي غادي ديرو فيه الزيت، ديرو فيه السكر، جوج سكر، جوج ديال كيسان سكر، جوج كيسان زيت، هانتوما. نديرو كاس ديال الحليب، انا ما بغيتش نكثر فيه الحليب باش يجي مقرمش، نديرو جوج ديال الزا لافاني شكل كازيرا، نديرو ثلاثة ديال الزا، نزوجو الشبكة، غادي نديرو ثلاثة ديال الأنصا، نغلب لهم صفاية ديال القهوة باش ميبقاو لناش محبين، هانتوما صافي. نخلطو مزيان مع بعضياتهم، الدقيق انا ما بغيتلكمش شحال ديال الدقيق، من الدقيق ما تقدروش تحكمو فيه، الدقيق على حساب الخليط، صافي. انا كيعجبني نخدم بيديا شوية، نخلطو مزيان، من بعد ملي غادي نخلطو مزيان غنبقاو نديرو الدقيق غير بشويه بشويه، هانتوما الدقيق نبقاو نخلطوه غير بالصبع ديال اليدين، ماشي نبقاو نعجنوه بحال الخبز، باش العجينه ديالنا العجينه ما تهبطش تجي مزيانه،
نشوف هكا كنجمعو شويه بشويه نزيدو شويه ديال الدقيق رجع لي شويه هكا نجمعو فيه شويه بشويه حتى كيتخلط لنا ونجمع العجينه كامله ثم العجينه ديالنا هي هذيك ما قاصحه ما مطلوقه جات وسطه صافي نخلطها مزيان شويه صافي العجينه ديالنا هي هذي انتوما شوفوا كيفاش كتجي كتجي هي هذيك كتجي مطلوقة ماتجي قاصحة صافي نغسل يديا نجي نكمل معاكم صافي دابا العجينة ديالنا ها هي غنديرو شوية ديال سنيدة في الطبسي وغادي نديرو شوية ديال الزيت في الطبسي صغير باش نبقاو هكا كنديرو شويه ديال التميل سقناش نديرو هكذا ندير هكا نكورو نديرو هكا نتوما ونغطسو الوجه ديالو في السكر نتوما نحطو في الصينيه اللي بغا يكبر الحبابه تيكبري الحباك غادي يكبري العجينه نتوما غادي تكبري الحباك كبري العجينه بغيتي تصغريها نقصي شوفي انتيا شنو كتبغي انا كما العاده عرفتوا شنو انتوما انا كنكبر كندير حبه كبيره كيعجبنيش الحلوه كتعجبني الحلوه تكون صغيره انتوما نديرو هكذا ونوسعو شويه في الوسط نوسعو بيناتهم لان راه غادي يضاعف الحجم ديالو ملي غادي نديرو في الفران غادي يتنفخ انتوما فيها الزيت بصح اه كتبقاو كتكبروا فيه راه سهله الطريقه راه اي واحد يعرفها هانتوما صافي ونمشيو هكذا نبقاو هكا مستمرين حتى نكملو ملي تعمر الصينيه ديالنا الفرن ديال الفران ديالي دابا انا راه دايرته راه يسخن شعلته يسخن كي بديت نخدم في الحلوه بدا درتو يسخن باش يجي معايا هو هذاك صافي هادي ملي نعمر الصينيه ديالي غادي ندخلها للفرن غادي تشوفوا معايا الحلوه كيفاش غادي تجي من بعد الفرن ونبقاو هكذا حنا مستمرين مستمرين حتى تعمر الصينيه ديالنا كيجي رائع ويجي هشيش وساهل والمكونات ديالو بسيطه كيف ما شفتوا معايا ما كيديش مقادير غاليه ولا شي حاجه يعني في المتناول ديال المسكين متناول ديال اي واحد ديرا وساهل عشيات تبغي ديري اتاي قهوه لوليداتك كيجي عندك شي ضيف تبغي دغيا ديري شي حاجه مزروبه يعلم لك يقولك غادي نجي عشيه تنوضي دغيا ديري هادو ديري كاع الا انت بغيتي ديري قليل ديري غير بيضه كاع ديري بيضه كاس زيت كاس سكر جوج خمارات نص كاس حليب راه كنتي غادي تخرج لك المقدار ديال الطبسي المهم باش غادي تشربي العشيه اتاي المهم كل واحد وجهه النظر ديالو صافي حنا كملنا الصينيه الاولى غنديروها في الفران المقادير اللي درتهم كيعطيو جي جوج ديال السواني وكيبقاو شي حبات هكا هانتوما باقي سخون شوفو لوكا كيطلع منو باقي كيحرق نحيدو الصينية الأولى
صافي نخليو يبرد على موجه الصينيه الثانيه وغادي نوريكم نعمرو كامل نوريكم الطبق النهائي. هانتوما شوفوا الطبق النهائي ديالنا كيفاش كيجي. شوفوا حنا هذا كنقولوا له كاطو السكر، علاش؟ لان كنغطسوا له الوجه ديالو في السكر. وكاين اللي ما يبغيش يدير السكر من الفوق كيدير الصفر ديال البيض وشويه ديال الخل ولا شويه ديال الحليب وتخلطيه وتلاه من الفوق. ومره اخرى غادي ان شاء الله ندير لكم هذا كاطو ديال البيض. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي، كيجي رائع ويجي هشيش. هانتوما المقدار المقادير ديالنا اللي درناهم كيعطيونا هاد التوصيل هاك، كيجي زوين الا جا شي واحد ولا، كيجي ساهل دغيا كتوجديه. شوفوا معايا كيجي هشيش، كيجي صفر. ديروا بحال حتى نتوما. ان شاء الله تكونوا مزيانين. عندنا ان شاء الله غادي ندير العشاء في الروج بلدي. انتوما كيفاش كتشوفوا قطعتو، شديتو في الروج بلدي قطعتو طراف، وشدي ربعة ولا خمسة ديال البصلات قطعتهم شلطتهم كيف كتشوفوا انتوما. صافي وغادي نديرهم في الكوكوت وغادي تشوفوا معايا نديروا العطرية ديالنا. انتوما دابا من بعد ملي شعلنا النار الكوكوت ديالنا، هانتوما شوفوا البصله كيفاش رجعت هبطت ما بقاش كي كانت. هانتوما نزلنا عليها واحد ربعة ولا خمسة ديال الريسان ديال الثومه، انا ما حكيتهاش قطعتها غير هكا غليظه. صافي هانتوما من بعد ملي ضفت ملي درت الثومه، انا زدت لكم معلقه كبيره ديال الكمون، لقاش الدجاج البلدي كيبغي الكمون بزاف هو اللي كيزينو. بعد ما ضفت معلقه كبيره ديال الكمون، هانتوما كتشوفوا زدت عليها سكينجبير نص معلقه وراس المعلقه، وغنزيد عليها راس معلقه ديال حبه كحله. صافي من بعد ملي درنا العطريه نزيدو شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال، شوفوا راه الفلفله الحمراء ما كترش بزاف، نديرو شويه ديال زعفران غير راس المعلقه، بقى زعفران عندنا مجهد كنبغيش نكثر انايا. شوفوها نتوما راني درت غير راس المعلقه. ها نتوما صافي بركه. دابا عاوتاني غادي نديرو شويه ديال الخرقوم، انا عندي الخرقوم البلدي انا شريته طحنته على اليد. ها نتوما شوفوا شحال، صافي بركه. صافي وغادي تبقى هي كتشحر، حنا كنحركو فيها مزيان على ما طاب الماء ديالنا باش نقدروها، نقدروها بالماء سخون. صافي هي كتبقى كتشحر، حنا نبقاو كنحركو فيها مزيان حتى كتشحرنا مزيان. ملي غادي تشحرنا مزيان غادي نزيدو شويه ديال الملحه. تمام كنت نسيتها في الاول دابا عاد فكرتها. نزيدو شي ديال الملحه صافي ونخليوها شويه كتبقى تشحر، تشحر مزيان، تشحرها مزيان، نخلطو فيها تا تشحر مزيان. ها نتوما كيفاش شفتو ملي تشحرت كيفاش رجعت القرفه، ما نديروهاش الدجاج البلدي كيواتيه الكمون البلدي، القرفه ما كتجيش فيه. صافي صافي دابا ها نتوما الاخر هذا الدجاج ديالنا تشحر مزيان، شوفوا الماء الى طاب يطيبوا الماء ديالنا ونخويو عليها شويه. انا كنكثر لها نعطيكم فكره، الدجاج البلدي كيتشرب الماء بزاف، مع انا ما كنبلعش عليه طنجره الضغط الكوكوت ولا شي صفر، نخليه يطيب عادي وصافي. صافي ها نتوما خليتها طاحت مزيان البصله
وتشحرت مزيان حتى كيبغي يدخل فيه الطياب مزيان صافي. عاد غادي نخوي عليه الماء، خوي عليه الماء ونخبلو عليها ونخليوها طيب على خاطرها. شوفوا شحال طلقت لنا ديال الماء، هي شفتوا هي طلقت الماء ديالها، البصله كتطلق الماء، الدجاج كيطلق الماء ديالو صافي. خليوها تشحر على ما طاب لنا الماء ديالنا، نقدروها صافي. دابا الماء ديالنا طاب نقدروها، كثروا لها الماء. انا كنكثر لها الماء وكنخليها طيب عادي بلا ما نبلع عليها الكوكوت، ما درتها بكري. الا درتيها بكري خليها طيب على خاطرها، الا تعطلتي ما درتيهاش بكري بلعي الكوكوت باش دغيا يوجد صافي. ربع ساعه 20 دقيقه تبلي الكوكوت، خليها طيب على حساب 20 دقيقه ربع ساعه، غادي تفتحيها تلقاي هاد الماء كامل تشرب وتلقاي الدجاج ديالنا طاب صافي. غادي تشوفوا معنا الطبق النهائي ان شاء الله. هانتوما دابا بعد ملي طابت التمرميطه ديالنا، شوفوا الدجاج البلدي ديالنا كيفاش كيجي، كيجي رائع ولذيذ جدا. وهو الدجاج البلدي راه صحي، فيه الدواء، الناس كتاكلو للبرد، المرأة ملي كتولد كيذبحو يطيبو لها الدجاج البلدي. عندنا حنايا المرأة اللي دارت عملية، شي عملية كيديرو لها الدجاج البلدي. شوفوا كيفاش كيجي، جا رائع دغيا طابت. هانتوما شوفوا المرقة ديالو كيفاش كتجي، والريحة ديال الكمون كتجي رائعة جدا. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي، اللون كيجي ذهبي. وانا كنخليه كيتشرب، كنخليه غير المرقة اللي غنحتاج، ما كنبغيوش ندير. الراجل ديالي ما كيبغيش المرقة بزاف في المرميطة، كيبغيها مشربة ومأسلة. شوفوا تبارك الله كيفاش جات، شوفوا شوفوا تبارك الله جات. المهم الى عجبكم جربوه، راه غادي يجيكم زوين وما غاديش تندموا فيه، خصوصا في هذا البرد. هو راه مهم، مزيان للرواح، مزيان للبرد، كيسخن الصحه ديال الانسان، كيسخن الدوره الدمويه، زوين. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وديروه. وانتم انا اللي درتو معاكم مباشره، راه شوفوا هذا اللوفار طالع منه، هانتوما سخون. وما كرهش كرك معايا، تاكلوا معايا وبالصحه والعافيه. وتادي صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله، يدخلها علينا بالصحة والعافية طولة العمر إن شاء الله. هاد النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد الأكلة، راني سبقت ودرتها ولكن بطريقة بوحدها. دابا غادي ندير بهاد الطريقة، غادي ندير الحوت مع لاصوص وغادي تشوفوا معايا النهاية. المهم عندنا الحوت، هنايا جوج حوتات، انا راه جايين ندير داكشي، راني درت جوج، نتوما كل واحد المستطاع ديالو. الرز انا راني درت القزبر ومعدنوس، قزبر ومعدنوس والثومه والعطريه. بغيت نربح الوقت باش نطول عليكم الفيديو، شويه ديال الفلفل الخضر التزيين، شويه ديال الفلفل الاحمر. المهم شوفوا معايا الطريقه وان شاء الله غادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نديروا الملح للحوت الداخل،
نسموها الداخل باش تجي فيها الاخر. كنت وعدتكم المره اللي دازت قلت لكم راني ان شاء الله غادي ندير لكم الحوطه في لاصوص. الحوطه اللي درتها المره اللي دازت فرشت لها بطاطا، عارفين الدراري كيبغيو بطاطا، داكشي درت لها بطاطا. دابا غادي نوريكم هادي نمرها بالروز، غادي نمرها داخل بالروز ونديرها طيب في لاصوص في الفران. نتوما شوفو معايا نمرو الحوطة ديالنا بالروز لداخل، كتجي رائعة وزوينة. غادي نشدوها باش ما تفتحش. حتى ملي كتكون طريه كيكون اللحم ديالها قاسح، هذاك فاش كتعرف الى الحوت جديد. طبعا انا دابا راني بكثره ما نقدرش ندير صينيه صغيره، غادي ندير صينيه كبيره. غادي نشدو الشرمولة، ها نتوما هنا عندي مطيشة، عندي درت ثلاثة د البصلات ودرت تقريبا كيلو ديال المطيشة وطحنتهم خلاط الكهربائي. باش غنقطعها نتا باش تجي دير نتوما، بسم الله على بركة الله. نتوما شتو درت صينية كبيرة حراجتني هي هاديك. هاد لاصوص لي شفت لنا نزيدوها هنا. هانتوما نديرها طيب فيها، شفتو راه واخا كتشوفوها هاكا كثيرة راه غتشرب تجي هو هداك. نزيدها فلفل خضر دوائر، نزيدو غير فلفلة حمراء نتوما باش كتجي.
عليكم. عندنا ان شاء الله غادي نبداو الروتين ديال الكوزينه. وخرجنا عندنا ان شاء الله الجردة ديالنا، الجردة ديالي الصغيره، وتابعوا معايا وغادي تشوفوا. هنايا هنايا مربعات ديال ديك الرومي، شربناهم ثوما القزبر العطريه شويه ديال الزيت وخلطو مزيان. هنا هنايا شويه السردين، عارفين هاد النهار الحد غادي نزيد هاد شويه، غادي نعمرو في الطيبات ديالنا. مارسو صافي الانسان اسبوع كيعمل شويه مرليطه، كيبغي يبدل شويه الجو. نهارنا ان شاء الله نديرو هاد الغدا خفيف وظريف، طيبات مربعات ديال ديك الرومي، شويه ديال الشلاضه مع السردين مشوي. جوج مع هاد الجوج زوين ديال الفرارج، كنشربو فيهم فرارج بيتيين. هادو جابو لي سيدي كادو الله يكتر خيرو، الله يجازيه بخير. هادو جوج ديال الفرارج غادي نكمل ان شاء الله معاكم، وردو الغدا ديالنا دار تطيبو، ايوا عادو نتلاهو معاهم نذبحوهم، وغادي تشوفو معايا الطريقة من نريشوهم. صافي غادي نبقاو هكا مستمرين نعمرو في الخطيبات ديالنا اللي غادي نكملو ان شاء الله. غادي تشوفوهم معنا نديرهم يتشواو. صافي صافي غادي نكملو الخطيبات ديالنا نديرهم يتشواو، غادي نكملو الباقي. هانتوما شوفو معايا نعمرو الخطيبة ديالنا في شوية. طيبو عاد نكملو على الباقي. صافي ها شويه ديال الخطيبة تعمرناها، على كملنا على ما كملنا الباقي. ودابا غادي نعمرو شويه ديال السردين باش نديرهم يتشواو ويوجدو لنا مرة وحدة. السردين في هاد الجو كيجي زوين ورائع، خصوصا هنا في الجريدة الهواء الطلق الشميشة. وهادشي راه ساهل، ما كيدي حتى شي مجهود. السردين قشرنا له القشرة الفوقانية بلا ما نغسلوه، درنا له الملحة. صافي كما شويه ديالنا باش تبان لنا شويه ديال السردين حتى هي. غادي دابا غادي نديروهم في الشميل يطيبو، غادي تشوفوا معايا. شوفوا معايا الفخر ديالنا هو رايج، شوفوا صافي. غادي نديرو شويه ديالنا بجوج هنا يطيبو. صافي غادي نخليهم يتشواو
وتشوفوا معنا من بعد ملي غادي يطيب ان شاء الله. صافي كيما شفتو معنا حنا كملنا دابا، هنا دا هو الطبيب مخر. صافي حنا كملنا القطبة ديالنا، غادي نمشيو نقلبو شوية ديالنا، شوفو راه طابت، نقلبو على الوجه الآخر، ها هو السرين ديالنا طاب هاد الوجه، نجي نعاودو نديرو شي أخرى، نعاود تاني هانتوما نقلبوه. هانتوما دابا من بعد ملي شوينا شوية الأولى ديال السردين وشوينا القطبان ديالنا، أنا باقي مكملناش كيف كتشوفو، راه شوية وحدة راه كطيب وحدة راها باقي. صافي كيف ما قلت لكم باقي قطيبات ديال ديك الرومي شويه راه عمرناها، شويه ديال السردين عمرناها، درت لهم شويه الشلاضه بالخيار ومطيشه وبصله. صافي وماما واحد البراد ديال اتاي، غادي نخلي دابا اتاي وغادي ناكلو هذا محدي سخون قبل ما نطيبو على ما طاب الوجه الاخر. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وشهيه طيبه، حتى نتوما تبدلو الروتين لوليداتكم.
كيف ما شفتوا صافي حطينا الغداء، طابو ديك القطيبات، طاب داك السردين، شليضه بالرد ديالها تاي، كليت انا والعائله، نشطنا، ضحكنا، الحمد لله على نعمة الصحة. ودابا كيف كتشوفوا معايا الروتين ديالي ديال نهار الحد، انا نهار الحد دائما عندي فيه الشقة. هانتوما هادو ربعة ديال الفلانس، دجاجات صغار، هادو ذبحهم النسيب ديالي، وهادو جوج ديال الدجاجات جابهم لي فرارج، هادو ماشي دجاجات، هانتوما جاب لي جوج، الله يكثر خيرو ويجازيه بخير، هانتوما جابهم لي، دابا غادي نريشوهم، وغادي تشوفو معانا الطريقة ديال ترياج ديال الدجاج البلدي. صافي هنايا شوفو هادو، هادو غير صغيورين اعتوقات، هانتوما صغيورين، بغيت باش ندير بيهم الرفيسة. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله من غادي ندير الفيسة، راكم غادي تحضروا معايا ضروري ولا بد. ها انتما هادو صغيورين، هادو لا هادو غادي ناكلوهم غير مع الرواد ديالهم، راه فيهم الدواء بلديين زوينين صحيين. هادو لا هادو غلاضين شويه مزيانين فيهم ميتكال، غادي نديروا بهم الفيسة ان شاء الله، وغادي تكونوا حاضرين معايا. غادي نديروا غير الوحده بسم الله، غادي ناكلوا لها المطايب. انا كيعجبني نخدم بيدي وريشهم بيدي، باش نصيفطهم لمول الدجاج يريشهم لي. نبقاو نخويو عليهم المطايب باش يتريشونا دغيا. صافي شوفو معايا، شوفو دابا حيت خبيتي معايا المطايب، نجيب شي حاجة ندير فيها الوسخ. صافي ونبقاو كنريشو فيهم هانتوما، راه زعما في الحقيقة مكانش بحال الذبيحة ديال اليد، الإنسان يذبح راسو ويريشهم بوحدو نقيين وعلى يديك، ديري فيهم كيف بغيتي. هانتوما شحال هادي ما درناها الطريقة هكا، الناس ديال زمان كانوا كيدبحو الفروج من هنا، كيريشوه بيديهم ياكلوه، يجي بنين وزوين وعليه القيمة. ايوا كيف ما شفتو معايا، هذا هو الروتين ديالي هنا في الحد، الحد الحد ديال السوق ديال الخضره، كنصوبو الخضره نرجعوها في الثلاجه، كنصوبو الدجاج حتى هو نديرو في الثلاجه. صافي صافي ونبقاو هكا معاها كنريشو فيها حتى نكملوهم كاملين، وغادي تشوفوهم معايا. هذه هي الطريقه باش كنريشو الدجاج، خوي عليه المطايب مزيان، وكتبقاي تديلو بالرجلين وتبقاي طالعه معاه تتفضي. تنكملوه غادي نكملو عليه وتشوفو معايا باش طول عليكم الفيديو بزاف، وقولوا لي تعليق ديالكم الا تكمل شي
هما شوفوا كيفاش كيرجع. انا خويت له الصدر ديالو، خويت له الداخل ديالو ولقيته كامل. نتوما هانتوما الفريجات الصغار قداش راه مساكين. هاد الفريجات الصغار هاد الفراخ قاصح التعداد ديالهم ماشي بحال الكبار. هاد الكبار دغيا ربع ساعه كملت فيهم جوج، ولكن هاد الصغار كيبقى فيهم هاد الريش رقيق بزاف حتى هي ما ديري فيه والو. المهم اللي عنده الخاطر وبغى يريش غادي يريشهم ويخليهم بالجلده ديالهم. اللي ما عندوش الخاطر راني وريت لكم كيفاش ديروا. هادو راه سلختهم، حيدت لهم الجلده ديالهم باش تشوفوهم، باش اللي ما بغاش هاد الجلده هكا يسلخهم. سلخ لهم الجلده ديالهم وخلي هكا غير اللحم ديالهم وصافي. تا هما راه خويت لهم العنق ديالهم، خويت لهم الداخل. تا هما دابا هاد ربعه ديال الفراخ صغار غادي نطيبهم في مرميطه وحده، كل واحد ديالو راه صغار ما فيهم والو. وهاد الكبار هانتوما هذا راني خويته، خويت له الداخل ديالو، خويت له العنق ديالو، كيكون هنا داك الماكله ديالهم داك الشيء. وانا خليت وحده غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تصاوبوها. ملي كنجيبو الدجاج ديال الضو على مالي الدجاج كنجيبو كلشي مصاوب، الكرش خاوي، العنق خاوي. والانسان الى هكا ذبح في الدار كاين اللي ما كيعرفش يخويهم. غادي نوريكم هاد الطريقه، شوفوا معايا. وهادو راه هادو بعدا نقول لكم نسيت، هادو راه قبل ما نشفو نديرو يقطرو راني دوزتهم في الماء والخل والليمون. هادي اللي راه بقات لي راني خليتها في الماء والخل والليمون، راني دايره هنا الماء والخل وشويه د الملح. صافي هادو دابا راه كملتهم. صافي باقي لي هادي، بغيت نوريكم ما فتحتلهاش العنق، بغيتكم حتى تشوفو معايا باش اللي ما يعرفش يتعلم. هانتوما غادي تفتحو لها الفتحه هنايا اللي كانت مفتوحه. شوف شوفو معايا شنو غادي ديرو. هاكا تحيدو الجلده، الجلده كامله غير تفتحوها صافي. واللي ما يبغيش الجلده وبغى يحيدها يحيدها، الجلده راه مزيانه، راه مهمه، ما فيها فيتامينكا. هانتوما شوفو عامر الشكيوه كان كالي مزيان الشعير. صافي شوفو شنو كيكون عندنا في هدا في العنق. هانتوما راه كالي ما كيعرفش يمشي يقدر يمشي يهد الدجاجه ويخليها يخليها بالماكله ديالها. هانتوما شوفو الشعير صافي. هادي اللي كتكون في العنق هانتوما دابا العنق خاوي بقي ما فيه والو. غادي نفتحوها عاوتاني من هنا من التحت، شدو هكذا قطعو بالموس. الدجاج البلدي اللحم ديالو قاصح هانتوما، شي بحال الدجاج الرومي دغيا كيدوز فيه الموس، هذا اللحم ديالو قاصح. صافي غادي نديرو هكا نجبدو متحتاش مزيان. هانتوما شوفو معايا هاد الطريقة ساهلة وبسيطة، خص الإنسان يعرف غير كيفاش يديرو. صافي شوف حنا ملي كنجيبوه الدجاج الرومي كنجيبوه لا مصار لا والو، كنجيبو تقيسة مصاوبة كبدة مصاوبة، كنجيبو الكرش ديال الدجاجة خاوية. دابا لا هانتوما شوفو معايا هكدا غادي نحيدو الكبدة ديالنا غير بلاتي. هيدا غير بلاتي باش ما طرطقناش فيها مرارة. صافي شوفو الكبدة ديالنا نديرو تيها في الما والخل. وهادي لي سطوما حنا كنقولها تقينسة، هانتو مالين الدجاج كنقولها حنايا نقولها تقينسة. هانتو الصران ديالنا عاوتاني نديرو شي حاجة حتى نرميو نحطو هنايا حتى نديرو. صافي هادشي ديالنا كملنا الدجاج ديالنا نقينا صوبناه. ونتمنى يكون يعجبكم الحال وتكونوا دوزتو معايا الروتين ديال هاد النهار في الجريدة ديالي الصغيرة. واخا ما كاد في هاد الخريجه واخا ما خرجناش على برا ماشي مشكل، حتى هاد الجرده فيها المناظر مزيانه وتفوجي مزيان. وسمحوا لي على الدراري الصغار برا كيغوتوا هذاك، عارفين دابا راه الجرده راه على برا والدراري راهم برا كيلعبوا اليوم لحد فرحانين كيلعبوا. كيف عرفتوا هاد الوقيته اللعب ديال الزربوط ديال هذا، والدراري كاملين كيعجبهم يلعبوا. ايوا بالصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو